أصلاً العمر الافتراضي للزواج هو 5 سنين، بعدها ندخل في عالم المجاملات والغضب والهجومية. حياتنا أصبحت مملة، روتينية، منهكة. في آخر سنيني معه انعدمت ثقتي في نفسي، ما عاد صار لي نفس ألبس وأكشخ وأتضبط. نسيت نفسي ونسيت أنوثتي، ونسينا المجاملات في الحب والغزل. وأنا أبي أعيش. آمنا بالله، آمنا بالله، وقلنا أنه دور الأب الآن أنه يقعد في البيت، يقعد في البيت ويربي أولاده ويقوم ويطبخ وينفخ. أوكي أوكي، بس يعني إن لبدنك عليك حق. أنا رجال بعد يعني بطلع الرجال، مثلا أبطلع البر، حقي حقي أبطلع البر، أبطلع البر، بنام في البر، أنام في البر وعيالي لحالهم، مش ممكن يعني شيء. ما نبي بر، خلنا بر، خدتات خفيف، بحرين، دبي، يومين، حقي حقي، فيش في ضغط بعد يعني أطلع قد يومين وعيالي في البيت. معقول يعني؟ مش معقول. أنا رجل، أنا رجل، من حقي إني أطلع. أنا مخلوق في خارج المنزل، المرأة مخلوقة داخل المنزل، يعني ضد الفطرة البشرية. تعرفون إيش يعني وراكم عيال؟ يعني مسؤولية كبيرة، هم متعب، ينام ويصحى معك. بس كيف أنطلق بدون ما أقصر؟ كيف يكبرون بشكل طبيعي بدون ما يأثر على نفسيتهم؟ كيف أصير أم مثالية؟ كيف؟ ساعات أقول انحاش وخليهم على قلب أبوهم، وساعات أضغط على نفسي وأقول أربيهم وأكبرهم، هم مصيرهم وبيكبرون ويخلوني، يخلوني بعد ما يروح عمري، يعني يروح عمري وأنا مجرد خادمة في البيت. ما هو بعدل، ما هو بعدل. الأب متفرغ لتربية الأولاد، والأم هايته، ما قد خبرت هذه. أنا أجي أكون مسؤول عن الأولاد، وكل هذا وحفظ هذا ونوم هذا وقوم هذا، مش ما قد خبرت، مش معقول يعني. أنا من طلعت على الدنيا وأنا أعرف أن دور الأب الفلوس والإشراف العائلي، بس مسألة أن الأب يتفرغ لتربية الأولاد، هذه نهاية الدنيا يعني.